مخططات شيطانية لا هدف منها سوى تحقيق رغبات تل أبيب الكامنة خلف أطماعها بالاستيلاء على الأرض. فكما استغلت ورقة العملية العسكرية بمدينة رفح الفلسطينية للضغط على العالم من أجل تنفيذ مطالبها بالاستيلاء على كامل الأرض والتهجير القسري لسكانها، تعود مجددا لتضغط على السكان أنفسهم بالترهيب والتخويف لإجبارهم على ترك مدنهم والرحيل إلى المجهول. سيناريو اعتادت إسرائيل على اتباعه رغم كونها لم تلتزم به، فبعدما طالبت المواطنين منذ 7 أكتوبر الماضي بالرحيل إلى جنوب القطاع حيث مدينة رفح الفلسطينية، تعود اليوم وتعيدهم كرتهم الأولى، حيث التهجير القسري والتشرد والنزوح إلى أماكن لا أمان ولا أمل للنجاة فيها. رفح الفلسطينية، تلك المدينة التي تضم أكثر من 1,000,000 فلسطيني يسكنون جميعا مساحة لا تتخطى 63 كيلومترا مربعا، يواجهون حاليا مطالب من الاحتلال الإسرائيلي بضرورة مغادرة مخيمات رفح والشابورة والجنينة شرق مدينة رفح. الأمر لم يتوقف عند مطالب الإخلاء من الجنوب إلى أماكن لم يحددها الاحتلال نفسه، بل تفاجأ سكان الشمال بمطالب جديدة بالإخلاء إلى الجنوب في دائرة مغلقة أرادت تل أبيب بها إرهاق مواطني القطاع وإجبارهم على النزوح، وكأنها أرادت الانتقام منهم عقب قرار سابق من الجمعية العامة للأمم المتحدة بالاعتراف بحق فلسطين في العضوية الكاملة بالمنظومة الأممية. وبالعودة إلى مدينة رفح وتحديدا بالشرق، حيث الكثافة السكانية العالية التي تتركز في أحياء السلام وجنين وبلدة الشوكة، وتضم هذه المناطق مخيمات صغيرة للنازحين ومراكز إيواء إضافة إلى السكان الأصليين لها، وتقدر أعدادهم بنحو 100,000 نسمة. أطماع تل أبيب في السيطرة على كامل القطاع حلم لن تتراجع إسرائيل عن انتهاكات كافة القوانين والحقوق الإنسانية من أجل تحقيقه، لطالما ظل المجتمع الدولي هكذا عاجزا عن وضع حد لذلك المارد وأطماعه الموحشة.